بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعاودكم اللقاء مجددا من أولاد نجم لنستكمل أهم المشكلات. في بداية اللقاء لا يفوتني أن نهنئ سيادة معالي اللواء أشرف غريب الدويدي محافظا لقنا، متمنين لسيادته التوفيق وأن يعينه الله على ما تولى من مسؤولية. وفي بداية اللقاء أحب أن أرحب بضيوفي الأجلاء، الأستاذ حمدي محمد إسماعيل الخربطلي وشهرته أحمد العمدة المحامي بالنقد والدستورية العليا، عضو اتحاد المحامين العرب. أهلا بك أحمد بيه. وأيضا معنا دكتور عمر توفيق طه إسماعيل، باحث دكتوراه إدارة أعمال جامعة عين شمس، نائبا لمدير البنك الأهلي المصري فرع دشنة الجديد. أهلا بك دكتور. وكذلك معنا الأستاذ مصطفى كمال حافظ الطيب، عضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بقنا، معلم خبير بالتربية والتعليم. أهلا بك أستاذ مصطفى. استكمالا للحلقة الماضية ونحن نتحدث في إطار المشكلات الخاصة بقرية أولاد نجم، أحمد بيه، هل لديكم من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أنا أحب أتقدم بخالص الشكر إلى قناة الصحة والجمال وإلى حضرتك الأستاذ ممدوح النجمي والأستاذ محمود الكميلي. نعم. وإلى فريق الإعداد المحترم اللي أتاحوا لنا الفرصة. شكرا. إن احنا ننقل مشاكلنا واللي احنا محتاجينه من القيادة السياسية عبر شاشة هذه القناة. ثانيا بقى أنا أحب أقدم تهنئة لسيادة اللواء أشرف غريب داودي محافظ قنا بمناسبة اختياره من القيادة السياسية محافظ للإقليم عندنا محافظة قنا، وده شرف عظيم جدا لينا احنا، ونتمنى نكون بدايه خير. وكما اتقدم بخالص الشكر للاستاذ حازم عمر نائب المحافظ لاختياره برضه لمحافظه الجنة، وان شاء الله هيكون مجموعه حلوه خالص تخدم المحافظه وتحقق امانينا اللي احنا بنطمح لها دايما. اولها سعادتك فيما يخص المنظومه الصحيه عندنا في قرى اولاد نجم. المنظومه الصحيه عندنا في قرى اولاد نجم ضعيفه للغايه. ما تسألنيش ضعيفة ازاي او انت عندك اثنين وحدة صحية او ثلاثة وحدة صحية. دور الوحدة الصحية عندنا في اولاد نجم مقتصر على حالات معينة، بيانات شهايد الميلاد، اثبات قيد الميلاد واثبات قيد الوفاة ولجان التقييم. لكن كدور طبي يخدم المجتمع النجمي او القرى المجاورة ليه مفيش. اقول ضعف المنظومة الطبية في 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 اولاد نجم والقرى المجاوره الكل بيلمسوا عندنا حضراتكم وكل المجتمع النجمي والنجعاوي وكله بيلمس يلمس موضوع التقصير في المنظومه الطبيه وتقصيرها. نعم. وخصوصا بعد مستشفى ناجي حمادي اللي حصل في مستشفى ناجي حمادي ده من 5 سنين توقف العمل بمستشفى ناجي حمادي. مستشفى ناجي حمادي بيخدم 4 مراكز شمال جنب باكمله. توقف العمل بمستشفى ناجي حمادي لعل احنا ما نعرفش سببها ايه. نعم. فاحنا دلوقتي بنناشد القياده السياسيه وعلى راسهم القائد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ينظر لنا احنا بنظره ايه بقى، ايه نظره ابنائه، نظره ود وعطف للمجتمع اللي عندنا هنا اللي في اولاد نجم وفي ناجي حمادي وفي قرى ناجي حمادي باكملها. لانه مستشفى ناجي حمادي دي بتخدم ما يعادل عن 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 4 مراكز مجموع كام لجنه انتخابيه. نعم. على مستوى المحافظه ده تمام. فاحنا دلوقتي اللي ما علينا ان احنا ننقل الصوره للقياده السياسيه باللي هو موجود عندنا دلوقتي. احنا لو حصلت عندنا حاله معينه من ضمن الحالات الحرجه سواء كان محتاج قسطره او محتاج رعايه معينه عنايه مركزه، ما فيش عندنا لا في ناجي حمادي ولا في المستشفى اللي نقلوها في بهجوره في الوحده الصحيه بتاع بهجوره. نعم. لا عنايه مركزه ولا قسم قسطره. على بال ما بتاخد ولو حصلت حادثه كمان على بال ما بتاخده وترفعه عربيه الاسعاف توديه جنا الكيلو 6 او توديه سوهاج في في, في 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 مستشفى سوهاج يكون الحاله ايه. وقد تكررت كذا مره ان هو رايح في السكه
يتوفى قبل ما يوصل يعني أفهم من كلامك، المستشفى. أفهم من كلامك سيد الفاضل أن هناك نقص في الخدمات، أم نقص أصلا في الأطباء والأيد هو العامة؟ حضرتك الأطباء واليد العامة والمستشفى مش شغالة من أصله. تمام مستشفى نجح حماد بعد ما توقفت واتنقلت اللي هو الوحدة الصحية بتاع بهجورة ما نعم بتشتغلش. بمناسبة ضعف المنظومة الطبية اللي أنا اتكلمت فيها حضرتك، لا يفوتني اني انا المبادرات اللي جنبها سيد الرئيس، المبادره اللي خاصه بحمله القضاء على فيروس سي، خدمت المنطقه عندنا خدمه محترمه خالص، قضت على كل في اسر كان بيعيلها العائل بتاعها مريض بفيروس سي، مريض بالكبد، دلوقتي كل الناس بتستبشر بعد واقعه العلاج اللي تمت على نفقه الدوله لفيروس سي، والحملات الطبيه اللي كانت تيجي هي اللي كانت العائل الوحيد بالنسبه لنا، او بمعنى اصح هي العين الوحيده اللي بنبص بيها. الحملات اللي كانت بتتبعت من القياده السياسيه الحملات الطبيه، ولكن الـ 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 لا يفوتني كمان اني 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 باضافه الى الامراض الساريه دي، حمله الامراض الساريه اللي كانت الضغط والسكر والحاجات اللي زي كده برضه خدمت في منطقه كبيره خالص، يعني خدمت خدمات كثيره خالص في المنطقه عندنا. ناهيك على انه احنا المجتمع المدني عندنا في اولاد نايم تبنى اقامه المجمع الطبي لاولاد نايم. المجمع الطبي لاولاد نايم ده كله جهود ذاتيه تبرعت بها اهالي اولاد نايم واصحاب الخير لاقامه مجمع طبي لاولاد نايم، بعد ما تم التبرع به من سيده فاضله على حد علمي، من سيده فاضله محترمه قامت بالتبرع بمساحه الارض وقالت انا كوني ان انا اتبرعت بالمساحه دي كان انا حجيت بيت الله الحرام، لان انا ما عنديش مجهود اروح للحج، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتها. وقامت البلد بمساعده الاهالي والناس ببناء الصرح اللي هو المجمع الطبي لاولاد نايم اللي تكلف اكثر ما يعادل اكثر من 5 مليون جنيه. دلوقتي بقى المجمع الطبي في اولاد نايم بعد ما اقاموه الاهالي بالجهود الذاتيه في مشكلة معينة. ايه المشكلة دي؟ راح يوصلوا له مرافق كهرباء، قالوا لهم لا ده احنا عايزين مقايسة كهرباء ب 350 ألف جنيه. نعم. ال 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 الأهالي اللي بيجمعوا دلوقتي بال 10 جنيه وبال 50 جنيه وال 100 جنيه عشان يكملوا تشطيب المجمع الطبي، معاهم من فين 350 ألف جنيه عشان يدفعوها مقايسة كهرباء؟ ولسه هو ال 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 المجمع الطبي ما هوش استثمار، ما هوش جهه خاصه، ما هوش تبع شركه خاصه معينه هتديره، لا ده هو تبرع من الاهالي ومن ال صاحبه المتبرعي لمين؟ لاقامه المجمع الطبي للخدمه العامه، يعني يبقى تحت اشراف الحكومه، تحت اشراف وزاره الصحه. المفروض وزاره الصحه تكون لها دور في ايه؟ دور في دعم المجمع الطبي ده، ما يقتصرش الموضوع على ايه؟ على دور المجتمع المدني. وزاره الصحه واحنا بنناشد السيد الرئيس ان وزاره الصحه تدعم المجتمع الطبي بتاع اولاد نايم، كما انني اناشد القياده السياسيه بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد محافظ جنا، المحافظ اللواء اشرف غريب، انه بقى يكون يحط لنا يد العون في مستشفى ناجي حمادي اللي توقفت من 5 سنين. اضم صوتي لصوت الاستاذ احمد فخامه رئيس الجمهوريه على السيد عبد الفتاح السيسي انه يكون اول ملف على مكتب السيد المحافظ الجديد اشرف غريب الداوودي او اشرف بيه الدويدي، انه اول ملف حيكون باذن الله تعالى ياخذ فيه قرار مستشفى نجا حمادي زي ما قال الاستاذ احمد مستشفى نجا حمادي العام اكثر من 5 سنين واحنا بنعاني ولا والموضوع ما زال قائم ولم ينتهي حتى الان. وتدعيم الوحدات الصحيه باولاد نايم نعم. تدعيم الوحدات الصحيه باولاد نايم باطباء على درجه من الكفاءه. ليه؟ لاسعاف الحالات الحرجه في المنطقه عندنا، 3 وحدات نعم مجمعه تمام. ما فيهمش دكتور ليه دور معين في موضوع العلاج لاهالي المنطقه. ناهيك عن كده بقى هنتكلم عن البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه للقريه عندنا اولاد نايم. نعم. عندنا احنا البنيه التحتيه في اولاد نايم من 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 رصف ومياه وصرف صحي وكهرباء شبه متواضع 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 للغايه، بمعنى ان طرق النقريه ما فيش رصف نعم، كهرباء فيها مشاكل كتير خالص محولات نعم وخلاف نعم. الصحه والجمال، منظومه الجمال في القريه
البنيه التحتيه, احنا عايزين بنيه تحتيه, احنا عايزين بنيه تحتيه. تمام, شكرا. معي حضرتك انت, الله يخليك. شكرا 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 استاذ احمد. شكرا. دكتور عمر, استكمالا لكلام الاستاذ احمد, ماذا ترون من مشكلات اخرى؟ يعني اولا انا برحب وبشكر قناة الصحة والجمال اللي هي اتاحتنا الفرصة اننا نتحدث عن مشكلات اولاد نجم اللي بنتمي اليها, وبشكر الاستاذ ممدوح والاستاذ ملاك. شكرا. والاستاذ احمد علي الكميلي على انهم اتاحونا الفرصة اننا نتكلم ونتحدث على لسان الشباب في اولاد نجم عن مشكلات اولاد نجم بجميع قراها ونجوحها. وانا النهارده هتكلم في موضوع هام, هو موضوع مشكلات المياه والصرف الصحي باولاد نجم. انا اولا يعني هتكلم بصوره اكاديميه شويه عشان خاطر نوضح المشكله بطبيعتها وتوصيفها للمسؤولين, عشان طبعا يعني موضوع المياه الشرب والصرف الصحي دي من الموضوعات الهامه في اولاد نجم. اولا بالنسبه للموضوع المياه في اولاد نجم, من اكثر من 15 سنه المياه النظيفه الصحيه ما بتوصلش عندنا اولاد نجم. فطبعا السكان اضطروا انهم يستخدموا تعويضا لنقص هذه الكميه من المياه الطرمبات البلدي. الطرمبات البلدي طبعا احنا نعرف المشكلات بتاعتها, ارتفاع نسبه الاملاح والحديد الناتجه من هذه المياه. ايضا انه في بعض السكان بيقوموا بصرف المخلفات بتاعت الصرف الصحي بتاعتهم عن طريق ضخ, عن طريق استخدام المواسير الجوفيه وضخ هذه المخلفات باستخدام مواسير لطبقات الارض, فبتختلط المياه اللي طالعه من الطرمبات البلدي دي مع المخلفات اللي بيتم ضخها, مما يؤدي الى مشكلات تلوث كبيره في المياه اللي بتستخدمها اهالي اولاد نجم. وبسبب احنا عندنا نسبه الفشل الكلوي المرتفع في اولاد نجم نتيجه هذا الموضوع. برضه السكان, في بعض من السكان بيضطر عربيات الكسح اللي هي طبعا بيكسحوا البيارات, بياخدوا العربيات دي وبينزلوها في الترع والمصارف, مما يؤدي الى يعني عمليه تلوث لهذه المياه وتلوث للزروع والمواشي اللي بتستخدم تشرب هذه المياه. وكل ذلك يعني ادى الى ظهور حالات كثيره من الامراض الوبائيه في اولاد نجم وحالات من الفشل الكلوي كثيره. نعم. فده طبعا ده توصيف للمشكله المشكلة. اما لو تكلمنا على اسباب المشكله فنجد انه الاسباب المشكله حوالي ثلاث اسباب. اسباب المشكله انه من حوالي اكثر من 15 عام عمنا النائب الحاج احمد فخر قنديل رحمه الله عليه, طبعا كان في مشكله ايامها في مدينه فرشوط انه نقص كميه المياه في مدينه فرشوط, وكان في اجتماع مع السيد المحافظ انذاك وقال انه يعني عايزين نلقوا حلول. السيد المحافظ بيقول ان احنا عايزين نلقوا حلول لمشكله مياه فرشوط. فالحاج احمد كده بالنص في المؤتمر وقف كده مسك كوبايه المياه وقال احنا كوبايه المياه بتاعتنا هنقسمها مع فرشوط. ومن وقتها تم تحويل مرشح نجع حمادي الى مدينه فرشوط, فاحنا اقتسمنا مياه الشرب مرشح نجع حمادي مع مدينه فرشوط منذ ذلك, من هذه الفتره من اكثر من 15 عام. اللي تاثرت بقى في الموضوع ده اولاد نجم, لان منسوب مستوى ارض اولاد نجم مرتفعه, فكميه المياه لما اتقسمت على مدينه فرشوط ومدينه نجع حمادي اكثر القرى تاثرا بهذا الموضوع هي قريه اولاد نجم, مما ادى طبعا انه يعني كميه المياه اللي وصل لنا ما بقتش, يعني لان كميه المياه المرشح انقسمت الى قسمين, وقريه اولاد نجم مستوى الارض فيها مرتفع, فبالتالي ادى الى انه كميه المياه اللي توصلنا قليله جدا في اوقات يعني في وقت الذروه فقط, يعني ممكن مثلا تلاقي بعد صلاه الفجر او قبل صلاه, يعني من الساعه 3 الفجر الى الساعه 7 صباحا كميه المياه ممكن في هذا الوقت فقط تصل الى اولاد نجم.
أيضا من ضمن الأسباب اللي أدت إلى هذه المشكلة عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدور المنوط بها. إيه الدور المنوط بشركة الصرف الصحي بشركة المياه والصرف الصحي؟ المفروض إنه شركة الصرف الصحي المياه والصرف الصحي تعمل إحلال كل كم سنة، تعمل إحلال لشبكة مياه الشرب بالقرى. أولاد نجم من أكثر من 20 عام لم يتم إحلال شبكة المياه فيها. أيضا عملية الصيانة الدورية، شركة المياه والصرف الصحي مفروض أنها بتعمل عملية صيانة لشبكة المياه، أدى ذلك إلى انسداد المواسير بالأتربة والمخلفات من الطحالب، وأدى ذلك إلى تسمم المواسير والإسبستوس. ايضا شركه المياه والصرف الصحي عندنا ما لهاش عندهاش رؤيه وتخطيط مستقبلي للزياده المطرده في عدد السكان. يعني المفروض يكون عندها رؤيه مستقبليه في عمليه تخطيط المستقبلي لها كشركه في عمليه زياده عدد السكان المطرد في قرى اولاد نجم والقرى كلها. يعني ايضا من ضمن الاسباب اللي ادت لمشكله مياه الشرب والصرف الصحي باولاد نجم عدم قيام نواب الدائره بتاعتنا بدورهم المنوط بهم في الدفاع عن قضايا اولاد نجم، وعلى راسها مشكله المياه والصرف الصحي. فاحنا يعني فين البهوات النواب بتوعتنا من هذه الموضوع؟ يعني دي علامة استفهام، أرجو أنهم يجاوبوا على هذه على هذا السؤال. إيه الحلول يا دكتور؟ يعني حضرتك بالنسبة للحلول في مشكلة المياه والصرف الصحي بأولاد نجم، أولا البدء وفورا في تخصيص الاعتماد المالي لإنشاء مرشح مياه خاص بقرى بنجوع وعزب أولاد نجم، أسوة بالمرشحات التي تم إنشائها في قرية الرحمنية وقرية البطحة وقرية الشرق بهجورة. نعم. التي طالب أعضاء هذه القرى بإنشاء هذه المرشحات فيها. نعم. ثانيا البدء وفورا من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تغيير شبكة مواسير المياه التي تغذي عزب ونجوع أولاد نجم، واستبدالها بمواسير ذات أقطار كبيرة لاستيعاب زيادة عدد السكان. تمام. برضه بنطالب بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي لقرى ونجوع أولاد نجم، لأن طبعا احنا شفنا مشكلة السكان بيتغلبوا على موضوع الصرف الصحي بأنهم بيصرفوا في الترع غير شرعية في الترع والمصارف. نعم. مما يؤدي إلى التلوث. تمام. والصرف في باطن الأرض مما يؤدي إلى أن احنا بنشرب ميتنا المختلطة بالصرف الصحي. ويعني وبعد كده بنطالب المسؤولين بعد انتهاء مرشح مدينة فرشوط واكتمال العمل به نناشدهم بانهم يعني بقفل المحابس المؤديه من مرشح نجا حمادي الى مدينه فرشوط، عشان نستفاد احنا بقى كمدينه نجا حمادي وقراها بكامل كميه المياه المتاحه من خلال مرشح نجا حمادي. يدكم الجزء اللي اخذوه منكم بمعنى صح. وفي هذا السياق وبهذا الصدد نناشد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله والسيد الوزير المحافظ اللواء اركان حرب شريف غريب محافظ قنا، والأستاذ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والأستاذ المهندس جمال حسيني رئيس شركة مياه الشرب بقنا، والأستاذ الدكتور هشام الباوي مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف على منحة البنك الدولي، بأنه يخصصونا جزء من منحة البنك الدولي 500 مليون دولار المخصصة لمحافظة قنا وسوهاج لإقامة مرشح بأولاد نجم وتغيير شبكة الصرف الصحي المتهالكة عندنا في أولاد نجم. وبالفعل يعني جميع أهالينا في أولاد نجم سواء أولاد نجم التمة أو أولاد نجم الحفنوية أو أولاد نجم مهجورة تم في الجميع في الثلاث نواحي دولة تم التبرع بمساحات أراضي لإنشاء محطات الرفع الصرف الصحي في هذه الأماكن. يعني متبقي التنفيذ تنفيذ الحكومة لهذا الموضوع. شكرا شكرا دكتور، شكرا جزيلا لك. واستكمالا للحوار مع ضيوفي الأجلاء وفي إطار المشكلات الخاصة بأولاد نجم، هل لجكم من جديد الأستاذ مصطفى كمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يطيب لي أستاذ ممدوح والمشاهدين الكرام
أن أعبر عن فخري واعتزازي بانتمائي وكوني ابنا من أبناء أولاد نجم، هذه القرية والقبيلة التي تعد نموذجا يحتذى به لما يجب أن تكون عليه القرية المستنيرة. بالنسبة لقضايا أولاد نجم، لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ لأن احنا الحمد لله بنعيش في فترة من أزهى الفترات في ظل رؤية مصر 2030، فمن حق كل ابن من أبناء مصر أن يحلم وأن يعني يترك لخيال العنان أن يحلم لما يجب أن يكون عليه هذا الوطن. خلال السرد اللي تناولوا الإخوة الزملاء السابق، طبعا إذا كان قضايا البنية التحتية أو الصرف الصحي أنا أو الصحي أو الصحة، أنا هأختم معك بقطاع التعليم في أولاد نجم. بالنسبة للتعليم في أولاد نجم، هو خيار استراتيجي لأهالي وأبناء أولاد نجم فرضته الظروف لا بديل عنه، لكون أولاد نجم مساحة محدودة من الأراضي يعيش عليها كثافة عالية جدا من الأهالي أو السكان، فكان لا بديل عن التعليم للنهوض بالناحية الاقتصادية واللحاق بتراب الميري كما يقول المثل كبديل. قبل الخوض في هذا المجال، يطيب لي أن أقف بعض الدقائق في قراءة تحليلية ومستعينا بالأرقام، والأرقام لا تكذب أو تتجمل، في بعض الأرقام فيما يخص أولاد نجم. إحصائية سنة 2017 الصادرة من مركز المعلومات بنجاح حمادي بتقول أن أولاد نجم في الأطفال في سن دون 20 عددهم بالضبط 17175 طفل من إجمالي عدد السكان، البالغ عددهم 24446 بنسبة تقارب من 70% من إجمالي عدد السكان. الشباب الأقل من 20 سنة، من 20 إلى 50 سنة، عددهم 4888 شابا بنسبة أو بمعدل 1 إلى 5 شاب من كل 5 أفراد من السكان. الشيوخ الأكثر من 50 عاما عددهم يبلغ 2436 بمعدل 1 إلى 10 تقريبا. نستنتج من كده أن أولاد نجم قارية شابة المستقبل فيها إن شاء الله للشباب بيمثل نعم. أكثر من 70%. ده برضو بكل تبعات أنك أنت عاوز توجد بنية تحتية ومرافق لهؤلاء الشباب اللي هتكون في المستقبل إن شاء الله، اللي بيكون هناك من يتصدى لهذه المشكلات. عودة مرة أخرى إلى الأرقام وما تفرزه أو ما القراءة ما بين السطور في قطاع التعليم، عدد من لا يجيدون القراءة والكتابة بأولاد نجم عددهم 2935 بنسبة تقل عن 9%. نعم. وده مؤشر رائع في ظل وجود نسبة مئوية للأمية على مستوى الجمهورية 40% أستاذ عمر. نعم. يعني ده بسم الله ما شاء الله يعني رقم نفاخر به بإذن الله. عدد الجامعيين مؤهلات عليا بالقرية يبلغ عددهم 2936 طالبا جامعيا بما يمثل 25% من جملة المتعلمين بالقرية. نعم. الأهم من ذلك هو عدد الفتيات الجامعيات والحاصلات على مؤهلات عليا بالقرية في نفس الفترة بلغ 1368 فتاة، وهو رقم يقل بقليل جدا عن عدد الذكور البالغ عددهم 1568 طالب. نرجع تاني بنقول ان عدد الفتيات في الحاصلات على مؤهلات عليا بالقرية يساير عدد الذكور، وهي لفتة جديدة بالذكر في ظل قرية صعيدية وما يشاع عن الفتاة في القرية، ولكن قريتنا مستنيرة. خد في الحسبان ايضا النوع الكيف في هذه المؤهلات الجامعية العليا من الحاصلين على الجامعة لكليات الطب والهندسة والصيدلة بسم الله ما شاء الله في كل المجالات والمتخصصين. التعليم في أولاد نجم هو الأعلى جودة على مستوى الإدارة، ده مش من عندي ولكن هذا ما تقول الأرقام، بدليل حصول ما يقرب من 5 مؤسسات تعليمية في أولاد نجم حاصلين على شهادة الجودة والاعتماد وتوكيد الجودة والاعتماد على مستوى الإدارة، وهو رقم تنفرد بأولاد نجم. دي الصورة الجميلة للتعليم في أولاد نجم، وما كانت أن تأتي من فراغ إلا لجهود أساتذة ومؤسسات تنموية قام بها الرعيل الأول، نتوجه لهم بالشكر وعلينا أن نتحمل منهم الراية، ولكن علينا أن نتوقف مع الجانب المظلم في مستقبل أو الوضع الحالي للتعليم.
تحدثتم عن الجانب الإيجابي، فما الجانب السلبي إذن؟ تناولنا باسمنضوح الجانب المشرق في الجانب التعليمي في أولاد نجم، بقي أن نعرف التهديدات والفرص المستقبلية للتعليم في أولاد نجم. يكفي أن تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن 90% من مدارس أولاد نجم مهددة في القريب العاجل، يعني في غضون سنة أو سنتين، العمل بنظام الفترتين. كثافة الفصول عندنا تتعدى 60 تلميذا في الفصل الواحد. كحل مؤقت لجأت إليه الإدارة التعليمية وهروب من العمل المدارس دي بنظام الفترتين، لجأت إلى إحلال أو التلاميذ يتحطهم في أماكن على حساب قاعات النشاط. نعم. في المدارس ده بيعني إيه؟ إنه الفصول دي غير مطابقة لمواصفات الجودة المفترضة للتعليم في أولاد نجم أو في جمهورية مصر العربية. ناهيك عن توقف أو تعطل قيام التلاميذ بالأنشطة المدرسية، وده توجه بتنادي به الدولة، ممكن يتسبب في بطريق غير مباشر أن تكون المدرسة طاردة للتلميذ لأنها لا تلبي احتياجاته أو رغباته. المشكلة اللي بعد كده، ودي بنقولها ودي في منتهى الخطورة، أن معدل واحد من كل 4 تلاميذ من في أولاد نجم فقط هو من يكون خريج رياض الأطفال بمدارس أولاد نجم. ليه؟ لأن عدد فصول رياض الأطفال لا تتناسب مع الفئة المستهدفة، فكان نتيجة كده أن واحد فقط هو من كل 4. طب وخطورة الموضوع ده فين؟ الخطورة في أنه منظومة التعليم الحالية اللي بينادي بها وزير التعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي بتتضمن أنه التعليم يبدأ من الكي جي 1 اللي بيدخل، المفروض بها يفترض أن التلميذ بيكون بيتدرج منها، فكون الولد يدخل السنة أولى مباشرة دون الرجوع إلى كي جي 1 أو كي جي 2 برياضة الأطفال، معنى كده أنه بيفتقد جزئية هامة من منظومة التعليم في مصر، ودي الخطورة. القضية الأخيرة وغاية في الأهمية، أن أولاد نجم تعاني، وده المفروض يكون نداء أو طلب من كل أهالي أولاد نجم أنها تخلو من مدارس التعليم السنوي بأي نوع من أنواعه. طب وهي القضية في كده، أن حاليا الأهالي علشان ابن ينتقل للتعليم في أقرب مدرسة سنوية بمركز نجم حمادي بيتكلف ما يتجاوز 15 جنيه في اليوم الواحد علشان يدوب يوصل. طيب نفترض الأسرة في ظل أنه معاه 2 أو 3 بمعدل 45 جنيه يومي، إذا عاوز مرتب خاص أو حاجة للانتقالات فضلا عن المضايقات اللي بتتعرض ليها البنات في المركز أو غيره. طب يترتب على كده إيه؟ ممكن يلجأ الأهالي إلى الإحجام عن إرسال أبنائهم للتعليم داخل أو لقطاع التعليم السنوي. طبعا أرى وأنا من هذا المنبر بأضم صوتي لصوت أساتذتنا من الجيل الأول، والحاج سيد رائد تعليم يعتبر في أولاد نجم، الداعي إلى وجود مدرسة سنوية ملحة في أولاد نجم لاستيعاب هذا الكم الكبير من أبناء أولاد نجم. جزئية أخرى جئت محملا بها هي نداء من كل الزملاء وأبناء أولاد نجم العاملين في مجال التربية والتعليم لتنسيق التعليم الابتدائي في الإدارة التعليمية. حنانيكم حنانيكم، لسنا عمال تراحيل، ولكن الإنسان المعلم إنسان يشعر ويتألم في حالات النقل. نرجو المساواة في ظل معادل في ظل النقل داخل إدارة نجم حمادي التعليمية. شكرا. شكرا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا الحوار ألخص إليكم بعض النقاط. مشكلة الصحة، سرعة الانتهاء من مستشفى نجم حمادي العام، من أكثر من 4 أو 5 سنين لحد الآن ولا جدوى. مشكلة الصرف الصحي، جمعنا الأراضي اللي تبرع بها المواطنين لمساعدة الدولة، وطالب وناشد منهم البدء. مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي، أولا مشكلة مياه الشرب، الاعتمادات كما قال الدكتور موجودة، برضو عاوزين نشوف الموضوع ده أو يوجد لنا حل مع مركز فرشوط ناخدوا المية اللي كانت ويدونا الزودة عنديهم. التعليم، سرعة الانتهاء من تخليص الإجراءات الخاصة بالمدرسة السنوية التي أشار إليها الأستاذ الجليل الأستاذ سيد فضل الله في اللقاء السابق، واستكمل الحديث الأستاذ مصطفى.
وكذلك أيضا غياب التلاميذ، غياب التلاميذ وخصوصا في المرحلة الثانوية. احنا زمان كنا في ثانوي كنا نحضر كل الحصص ولينا إجبار وفي غياب، الكلام ده برضو قد يكون من إخواننا ما قالوش. تلك صرخة معانا هنا في ولاد نجم، والبنية التحتية اللي هي متهالكة، المفروض نحن حاليا نواكب العصر. وفي نهاية الحوار أتقدم بكامل الشكر إلى ضيوفنا الأعزاء الأستاذ حمدي محمد إسماعيل خربطلي والشهير بأحمد العمدة، شكرا جزيلا لك، والأستاذ الدكتور عمر توفيق، شكرا جزيلا لسيادتك، والأستاذ الجليل الأستاذ مصطفى كمال، شكرا لكم جميعا. هؤلاء كما تحدثت إليكم في نهاية الحلقة الماضية أحد كوادر أولاد نجم، ولدينا الكثير الكثير الكثير، ولكن لم نتمكن لعرض جميع هذه الكوادر، فكان لنا الاختيار البسيط. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم ممدوح النجمي، على أمل أن نلقاكم في اللقاء القادم معنا ومعكم ومع النجمي. Thank you.